أعلن باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن العمل بغرفة العمليات التي شكلتها الحملة مستمر لمتابعة تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية، وتستأنف عملها اعتبارا من السبت 9 ديسمبر استعدادا لانطلاق الماراثون الانتخابي بالداخل. يأتي ذلك بعد أن قدمت جهدا مشرفا خلال متابعتها لتصويت المصريين بالخارج. وأشار كامل إلى أن الغرفة ستعقد بشكل يومي خلال أيام التصويت الثلاث عدة اجتماعات.